تم اختياري والسبب هو الملكة عليا الله يرحمها أم علي وأم هيا الأميرة هيا بال74 افتتحت لي معرض للتصوير. وبعدين طبعا كان في كومبيتيشن يعني مسابقة للتصوير الزهور البرية الأردنية وأنا كسبت الجائزة الأولى برضو كان عبارة عن كاميرا من الملكة عليا. بعدها كانوا هم مقررين اللي بيكسب الجائزة بده يصير مصورهم الخاص.